وفي سياق ردود الفعل عقب الخطاب الملكي، قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش إن الخطاب الملكي كان صريحا وقويا ودقق في أولويات الأجندة الوطنية على المدى القريب، فيما أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أن الخطاب الملكي يعد بمثابة برنامج عمل يؤكد على كل القضايا التي تكتسي راهنية خاصة. احنا كنعيشوا جهات الماء في من خلال الخطاب اللي استمعنا ليه ديال جهات الماء، كنعيشوا تحول عميق في طبيعة الدولة، بحيث كنلاحظوا بأن الدولة الآن بمقتضى التوجهات اللي رسمها جهات الملك تكتسب أكثر من أي وقت مضى طابع الدولة الاجتماعية اللي كتعطي أولوية قصوى القضايا المرتبطة بالتغطية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والتشغيل وما يرتبط ذلك من ولوج إلى الخدمات الصحية وإلى التعليم. إذن هذه مشاريع أوراش مترابطة. كيبقى الآن المهمة اللي على عاتق المؤسسة التشريعية هي أن تواكب هذه الأوراش الإصلاحية الكبرى اللي عندنا على جهة الملك. طبعا نحن ننتظر من الحكومة أن تباشر العمل في إعداد الأدوات القانونية، في إعداد النصوص والمشاريع القانونية، والمكونات ديال البرلمان مدعوة بنفس وطني، لأن باش نواجهوا هذه الجائحة، وهذه مسألة ذكرنا بها جهات الملك، كيخصنا نواجهوها على قاعدة الوحدة الوطنية والتضامن المجتمعي، إذن بنفس وطني. وأتمنى صادقا بما أن الولاية التشريعية ديال الحكومة والبرلمان باقي لها عام، أتمنى صادقا أن يحضر بقوة هذا النفس الوطني. بطبيعة الحال دائما نعتبر ولازلنا نعتبر أن خطاب جلالة الملك هي بمثابة برنامج عمل، حيث يؤكد جلالته على كل القضايا التي تكتسي راهنية خاصة. وبهذه المناسبة أكد جلالة الملك على أن الأوضاع التي نمر منها والتي نعيشها اليوم لا على المستوى الوطني ولكن كذلك على المستوى العالمي فهي أوضاع استثنائية بطبيعة الحال، لكن مواجهة هذه الأوضاع الاستثنائية جراء كوفيد 19 جعل من الشعب المغربي يسعى إلى جعل هذه المحنة مناسبة لتجاوزها. وجلالة الملك كالعادة موضوعيا يؤكد كل الاختلالات التي أبرزت من خلال هذا الوضع الاستثنائي الذي نعيشه.